everybody, how are you today? Today I've got 4 volunteers of my class, grade 6. Okay, Habiba, Sama, Salma, and Hala. Today I'm going to speak about some American idioms from a material that is called the Speak English Like an American. Let's start. Are you ready? Yes. Okay, let's start. So Habiba, when I say don't break the news, what does it mean? Don't make something known. Known. Number one is to break the news. Again, break the news. So it means to make something known. To make something known, okay? Number two, when I say, oh, this dress cost me an arm and a leg. Again, cost me an arm and a leg. It means cost an arm and a leg? No. No. It's very expensive. It is very expensive. So when I say it costs me an arm and a leg, it means it is very expensive. It costs a lot of money. Okay? Number three, Salma. When I say, oh, this street gives me the creeps. Scary or afraid. Oh, that's right. It's scary. Again, the idiom. It gives me the creeps. It gives me the creeps. So when I say, oh, this place gives me the creeps, it means that is very scary. It's scary, okay? Okay, number four, Hala. When I say, oh, today I'm belly up, what does it mean? Oh, I have no money. So when you have no money, you can say, I'm belly up today. So it means have no money. Okay, another one. When I say, oh, I have got a problem, but we have to fix it. What does it mean? We have to finish it. ورجعنا بعد الفاصل مع الدكتور حسن هاشم المدير التنفيذي والمستشار العلمي لمدرسة المختار الخاصة للغات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا عايزين في البداية دكتور نعرف أكتر السادة المشاهدين بمدرسة المختار. والله مدرسة المختار أنشئت على أسس علمية من البداية وبتحاول بقدر المستطاع طول الوقت أن هي تتماشى وتتتاخم مع رؤية الدولة في تطوير التعليم. مدرسة المختار لها رؤية واضحة من أول ما بدأت وبتحاول إن هي تشتغل عليها عشان تصل في الآخر خالص إلى هدفها المنشود. تمام. المدرسة أدركت من البداية إن مهمة الوطن في خلق جيل محترم قادر على يعني تدعيم قدرات الدولة من خلال النشأة ومن خلال الجيل الصغير، لأنه طبعا هي دي الدعامة اللي احنا بنشتغل عليها. أدركت ده مبكرا وطبعا بتعاونيات الإدارة التعليمية المتفتحة اللامركزية في إدارتها لهذا الموضوع، طبعا قدرنا إن احنا سويا نعمل يعني كيان محترم قادر على تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية نوعية مختلفة عكس ما متوقع من بعض المدارس الشبيهة اللي ممكن تشتغل على هذا الاتجاه. دي ببساطة المدرسة شغالة على الجانب التعليمي والجانب التأهيلي للطلاب علشان خاطر نقدر بعد ما يتخرجوا عندنا إن شاء الله من مرحلة الثانوي ويدخلوا الجامعة يبقوا هم قادرين على مواكبة السوق، سوق العمل وتوجهات الدولة في إنشاء وظائف مختلفة كثيرة يعني إن شاء الله. طيب بالنسبة لتطوير التعليم عايزين نعرف برضو خطة ورؤية المدرسة. هو المدرسة لها رؤية مكتوبة طبعا. المدرسة بفضل الله عز وجل قدرت ان هي تجني الجودة من اول جولة. احنا المدرسة اخذت الجودة في مرحلة رياض الاطفال، بعد كده اخذنا الجودة في مرحلة الابتدائي الحمد لله مؤخرا يعني. وده بسبب ان هي بتستند الى معايير من الاول، معايير علمية بنشتغل على شكل نستطيع من خلاله نعمل حاجة اسمها التريسابيليتي او القدرة على تتبع كل ما هو جديد في موضوع التعليم بما يناسب البيئة المصرية. فالرؤية بتاعت المدرسة بتقول لفظا هي تنشئة جيل قادر على الابتكار والتعلم الذاتي للوصول للجوانب المعرفية والمهارية والجوانب الوجدانية من خلال معلم قادر على الجمع بين الأصالة والحداثة علشان خاطر نرسخ لمفهومي المواطنة والانتماء.
طبعا الرؤيه دي مش بنوصل لها غير من خلال سياسات محدده واجراءات محدده بنستطيع ان احنا من خلالها نحاول نقارن اللي احنا عايزين نوصل له باللي احنا بنعمله فعلا عشان نقدر احنا نغطي الخلل اللي موجود ما بين الكرنت ستيتس اللي احنا فيه دلوقتي واحنا عايزين نوصل له ان شاء الله بعد كده. ده اعتقد ان ده النقله النوعيه اللي احنا بنحاول نوصل لها طول الوقت. طيب احنا بالنسبه طبعا لاولياء الامور في مدارس كتير خاصة، إيه بقى اللي بيميز مدرسة المختار؟ أولياء أمورنا هم عارفين الميزة الكويسة اللي احنا بنعملها. المدرسة لا تنفصل عن ولي الأمر، لأن احنا بنعتقد أن ولي الأمر شريك نجاح وداعم للعملية التعليمية. تمام. وده ما بنفتح ما بينه وما بين المدرسة كإدارة وما بين ولي الأمر قنوات اتصال كبيرة جدا، بنحاول من خلال نظام برضو، الموضوع مش مفتوح بمطلق الكلمة، لكن احنا بنحاول نعمل نظام متفق عليه من البداية في فتح قنوات اتصال. قنوات الاتصال دي مبنية على القدرة على الوصول للهدف المشترك اللي رسمناه قبل كده. كان المدرسة بتحاول أول العام الدراسي بتعمل حاجة اسمها orientation day أو بتعمل يوم تمهيدي، بنقعد عشان خاطر نتفق على الستاندرز أو المعايير اللي نشتغل عليها، بحيث إن كل واحد فينا يفكر التاني إحنا كنا متفقين على 1 2 3، بحيث إن نقلل الخلافات إن شاء الله تماما. ومع مرور الوقت المدرسة حققت إحصائيات جامدة جدا، على سبيل المثال لسه قايل لحضرتك من فترة إن إحنا حصلنا على الجودة في مرحلة الكي جي ومرحلة البرايمري مرحله الابتدائي، وان شاء الله باذن الله هناخدها في الاعدادي ثقه باذن الله تعالى. احنا نمشي بنفس الستاندرد زي هي. ما نقدمه بقى لاولياء الامور مختلف، هو مشاركه ولي الامر في صنع القرار التعليمي داخل الكلاسز بتاعه الاولاد او داخل منظومه المدرسه. مثلا على سبيل المثال احنا بنعمل ندوات تثقيفيه وبنعول وبنعرج بشكل كبير جدا على موضوع التدريب، لان احنا مؤمنين كاداره مدرسه ان عدم وجود تدريب لمنتسب المؤسسه ده بيسبب مشكله كبيره جدا جدا جدا، ويعمل فاقد للوقت والمجهود بتاع المدرسه. وممكن ما نوصلش للهدف اللي احنا رسمناه انا وولي الامر قبل كده كمدرسه وولي الامر يعني. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع نعود عن موضوع التدريب. الاشكاليه اللي بتقابل بعض المدارس ان احنا ممكن يكون منتسب المدرسه او منتسب المؤسسه التعليميه دي متدرب كويس جدا، لكن احنا مش عاملين اويرنس لولي الامر. فبالتالي بنعمل لقاءات دوريه في الصيف، احنا عندنا الصيف بنسميه صيف ساخن في مدرسه المختار. تقريبا بنشتغل 4 5 ايام في الاسبوع بتدريب، لازم يحصل تدريب. واحد دي الانشطه اللي المدرسه بتقدمها. بنعمل نشاط للمجتمع الخارجي وبنستضيف بعض اولياء الامور لحضورها علشان خاطر يعرفوا سياسه المدرسه ماشيه ازاي. ده بينجح بعد كده المدرسه وبينجح ولي الامر في تحقيق هدفه من البروجكت بتاعه اللي هو ابنه ده اللي موجود. جميل. الحاجة التانية في طبعا أنشطة رياضية، وفي بلاي جراوندز موجودة في المدرسة بتحاول إن هي تأبزورب الإنرجي بتاعت الأولاد، لأن طبعا حاجة المشكلة بتقابل الأولاد إن في حاجة اسمها هايبر أكتيفيتي. أيوه. الهايبر أكتيفيتي ده عامل إشكالية كبيرة جدا. ليه؟ لأن هو في بيبر حديث موجود في 9/2019 سبتمبر اللي فات بتقول إن في إمكانية بوتنشال بروبلم ممكن تحدث، إن البولينج أو التنمر اللي موجود اللي هو ممكن يكون فيه بعض المشاكل اللي تحدث للاولاد اثناء تعاملهم مع بعض. الجيل اللي بعديه يعني الاولاد دول لما يبقوا اباء، الجيل اللي بعديه ممكن يبقى عندهم احتماليه اصابه ببعض الامراض العقليه، فده بقى التدخل المبكر للمدرسه. المدرسه جهه غير متخصصه في موضوع علم النفس، عشان كده استعنا بمستشفيات جمال ماضي ابو العزيز، دكتور جمال ماضي ابو العزايم، لكن تعاوننا التكاملي ده بيمنع حدوث مشكله في الجيل القادم. يعني الاولاد دول لما يبقوا اباء معرضين جامد جدا، طبعا الريفرنس بتاع البيبر اللي بيقول الكلام ده طبعاً. ده بيحصل مشكله كبيره جدا ممكن تحدث. فالبلاي جراوندز دي ممكن تعمل ابزوربنج للطاقه بتاعته، ونحط الطاقه بتاعته بدل ما انا امنعها واكبتها، وطبعا ده خطر جامد جدا يطلع يتنفس في المجتمع بعد كده، لا انا بقى بطلعها بشكل ايجابي وبوزيتيف جدا في اثناء العمل المدرسي. السنه دي تحديدا احنا دخلنا تقريبا حوالي 5 6 انشطه رياضيه في المدرسه، طبعا في اطار علم نفسي عشان خاطر نقدر من خلالها نعمل زي ما قلت لحضرتك كده ابزوربنج للطاقه بتاعته ونحطها في شكل ايجابي. في اكاديميه لكره القدم سكيلز دي خاصه للمدرسه، في حاجات للباليه للبنات، في عندنا انشطه رياضيه للفيميل والميل للاولاد بتوعنا عشان خاطر نقدر ان احنا نوجه طاقتهم البشعه دي
لان طاقه كبيره جدا عشان نقدر نوجهها ايجابيا وتبقى الاولاد مبسوطه. بتوصلوا الاولاد لبطولات؟ طبعا السكيلز دي ان شاء الله تبقى معترف بيها محليا يعني، لكن لسه ما حدش وصل. لا في عندنا جوائز على مستوى الاداره التعليميه في الرياضه، وفي جوائز ثانيه على مستوى المكتبه، طبعا في انشطه اخرى غير الرياضه. تمام. احنا الحمد لله المدرسه بتاعتنا على مستوى الاداره التعليميه والمديريه والوزاره محققه بعض يعني بعض المكانات الكبيره جدا مع الاولاد. تمام. طب كنا عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور دور المدرسه تجاه المجتمع ومشاركتها في الفعاليات والمؤتمرات اللي حضرتك بيقدموها. يعني طبعا المؤتمر اللي فات ده مباشره كان مؤتمر علم النفس التربوي، ده الثالث على التوالي في اوريكه المدرسه، عندنا مكان قاعه علميه كبيره. عملنا تكامل مع مستشفيات دكتور جمال مضب والعزايم، وكمان حضور الجامعه وحضور الاداره التعليميه ممثلين ليها وحضور من المديريه، يعني دكتور محمد الغمري ده رئيس مركز تطوير الموارد للتجريبيات على مستوى المديريه كان حاضر والقى محاضره وكان مبسوط جدا، ودكتوره سماح عبد العال نائب رئيس المركز، والاداره التعليميه استاذ عبد العزيز فهمي كان حاضر، واستاذه نجوى وكيل الاداره. طبعا هم الصراحه بيشتغلوا بشكل لا مركزي، وده يعني نادرا ما يكون موجود في بعض الادارات، فالحمد لله الاداره متفتحه جدا وبتسمح لنا بالوقت وان احنا نقدر نشتغل في التعاونات معنا مع وجود الجامعه طبعا. جامعه حلوان وبعض ممثلين من جامعه عين شمس وجامعات خاصه، دول كلهم بيقدروا يشتغلوا سويا مع بعض، لان هي الاشكاليه اللي انا شايفها ان في تضارب نوعا ما ما بين القرار اللي بيتاخد مثلا تنفيذي والقرار التشريعي داخل موضوع التعليم، فاحنا الحمد لله قدرنا احنا نجمع كل الاطراف مع بعض عشان نخرج بتوصيات مشتركه. تمام. والتوصيات ده بنضع لها سياسات، المدرسه بتاخد هذه التوصيات تضع لها سياسات واجراءات تنفيذيه. فبالتالي الحمد لله المؤتمر الاول طلع بتوصيات تم تنفيذها، طلعت نماذج محترمه جدا. المؤتمر الثاني على التوالي طلع توصيات، عملنا لها سياسات، لان انا ما عنديش حد يختلف معايا، لان انا معايا الجامعه كجزء تشريعي هو اللي بيطلع التربيه، وعندي الجزء التنفيذي من خلال جزء من الوزاره والمديريه والاداره، وعندي الجزء اللي احنا بننفذه على مستوى الوحده بتاعتنا كمدرسه، فالحمد لله بنقدر سويا بشكل تكاملي، وده كان اسم احد المؤتمرات علم النفس التكاملي. ده المؤتمر الثالث ولا ده المؤتمر الثاني؟ المؤتمر الاخير ده كان علم النفس التربوي، في جزء تكاملي لكن هو صحه نفسيه. فبالتالي هذه المؤتمرات مع وجود اصحاب القرارات دول تنفيذيين وتشريعيين بتنجح عمليه التعليم وبتطوره جامد جدا. فانا يعني عمري واحنا بنشتغل في المدرسه في خلال الثلاث اربع سنين الماضيه ما تخيلتش خالص ان الاداره التعليميه بتعرقلني ابدا، بل بالعكس متفتحه جامد قوي معايا، لان هي بتشوف النواتج وبتشوف طبعا الفيدباك والرواجع من ولي الامر اللي بيبقى عنده السيرفيس التعليم اللي اخده. وولي الامر لو سئل في أول المدرسة كان عنده طبعا شوية توجهات أو شوية أحلام، الأحلام دي لما تتحط في نظام بنقدر إن شاء الله نوصل لها، والحمد لله دلوقتي إحصائيا المدرسة بقى عددها الله أكبر كبير إن شاء الله. الحمد لله يعني، وفي طريقها لكده طبعا كانت مصدر جذب كبير جدا للأولاد على مستوى المنطقة وحتى خارج المنطقة، جميع الوفدين اللي بيجوا من الدول العربية السعودية وغيرها من الدول بيجوا بالاسم على المدرسه، وحتى السنه اللي فاتت كان في كذا موضوع قدرنا ان احنا يعني نشتغل عليه، لان الناس فعلا حابه تيجي المكان. المكان بيقدم خدمه تعليميه وبنسمع لولي الامر بما لا يحيد عن العمليه التعليميه الموضوعه سلفا بينه وبينه في الاخر، وعقد هو كونتراكت ما بينه وبينه عشان السياسات اللي ننفذها. ده نجح المكان جامد وفي طريقه ان شاء الله باذن الله للنجاح بشكل كبير باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم دايما. بس كنا عايزين نعرف مكان مستشفى المدرسه تقسيم القوات المسلحه شارع 32، دي موجوده في وادي حوف. دي مكان المدرسه. طيب. واللوكيشن بتاعها موجود مع حضراتكم في القناه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حضرتك تحب تضيف حاجه تاني او في تطورات انتوا طبعا كل مره يعني كل مدى وبتتطوروا في المدرسه، ايه التطورات اللي ممكن مستقبليه للمدرسه؟ هو انا دايما حتى لما بيجي ولي امر جديد بيسالني هذا السؤال. بيسال مهم. جدا على فكره، وده سؤال ذكي جدا من حضرتك. انا عندي دلوقتي عندي اكس واي، في عندي التايم الوقت بتاع المدرسه من ساعه ما انشئت لغايه دلوقتي، والكيرف احنا عندي تو كيرفز الصراحه. تمام. في كيرفين، كيرف الاديوكيشن التعليم وكيرف الاداري. الكيرف التعليمي من اول ما المدرسه انشئت الحمد لله وهو على طول طالع، البيك بتاعه عالي جدا. ليه؟ لان احنا دايما بنتتبع الطريقه العلميه في تطوير الاولاد.
وبنعمل تطوير للمدرس بتاعي. المدرس بتاعي بيبقى تقيل. يعني انا المدرس هيئة التدريس عندي فاهم يعني ايه بروسيس مانجمنت، ادارة عملية التدريب، فاهم يعني تعلم نشط، فاهم يعني ايه تعلم ذاتي. احنا بنخلي الاولاد تفكر. السنة اللي فاتت ده يعني انا اعتقدت فترة من الفترات ان خلاص كده احنا وصلنا للبيك واتس اوكي تايم اوفر بقى خلاص كده. الحمد لله السنة اللي فاتت ادارة المدرسة واصحابها لما عرضنا عليهم ان احنا ندخل الجزء التكنولوجي، ان في مؤتمر كانت عاملاه جامعة عين شمس اسمه التحول التكنولوجي للتعليم، احنا طلبنا بس من اصحاب المدرسة ان احنا ندخل في الفصول جزء تكنولوجي، فكان اتخذ القرار بسرعة جدا في نفس اللحظة ان احنا ندعم جميع الفصول بالسمارت بوردز، وندعم الفصول الاخرى للجريدز الاقل بداتا شو متوصلة طبعا بالسي بي يو بتاع الكمبيوتر عشان نقدر نعمل عليه المنهج بتاعتنا. وغيرنا المناهج بتاعت المدرسة علشان خاطر يعني تحصل نوع من انواع الكوبينج وذ اللي احنا عملناه جوه الكلاسز ده. طبعا ده كان متطلب مني تدريب شديد جدا للمدرسين عشان التعامل مع التولز الجديدة دي. الحمد لله حطينا خطط متوازية علشان نقدر نوصل في الاخر خالص للهدف بتاعنا، وده اظن دي الفلسفه اللي احنا بنتبناها دايما. فلسفتنا دايما ان احنا بنمشي بخطط متوازيه عشان نوصل للهدف اللي احنا رسمناه. احنا طبعا بنشكر حضرتك دكتور حسن هاشم المدير التنفيذي والمستشار العلمي لمدرسه المختار الخاصه للغه. شكرا لحضرتك جدا. خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته، هنطلع تقرير ونرجع تاني نشوف باقي فقرات.